نتابع مع حضراتكم اخبار بقى النادي الاهلي اللي بيواصل النهارده تدريباته استعدادا لمواجهه بقى سيمبا التنزاني. ده هيكون في الساعه 9 مساء الجمعه المقبل ان شاء الله ضمن منافسات الجوله السادسه والاخيره في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. كابتن سيد عبد الحفيظ خليني اقول لحضراتكم قال ان الفريق هيواجه سيمبا على استاد تحديدا هنا الاهلي والسلام. امبارح كان في تمرين للنادي الاهلي وقبل انطلاق التمرين عقد بيتشو موسيماني المدير الفني للفريق محاضره بالفيديو مع اللاعبين اتكلم من خلالها عن بعض الجوانب الفنيه طبعا بهدف تصويب الاخطاء اللي حدثت خلال المرحله الماضيه. كويس ان ده حصل، ده حاجه محترمه وكلام مهم جدا، لاننا دايما بنقول ان من عوامل النجاح انك زي ما دايما بتحتفل كده باي نجاح ان انت كمان في حال وجود اخطاء لازم تدرس الاخطاء دي وتعمل جاهدا على تصحيحها. ده سر من اسرار النجاح دايما اللي مرتبط ومقترب بالنادي الاهلي واللي النادي الاهلي شايفه دايما طريقه لتحقيق البطولات. بنتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في كل المباريات القادمه، وزي ما بنقول كده دايما العشره يا اهلي ان شاء الله. ان شاء الله العشره يا اهلي والدوري والكاس وكل البطولات تكون في او من نصيب الاهلي. وزي ما انت قلت النقطه دي يمكن فعلا احنا كمان لو هنتكلم عن موسيماني تحديدا لان هو ده اللي يعنينا دلوقتي. موسيماني صراحه بعد كل مباراه يا كريم بيروح في المؤتمرات الصحفيه وبيتحدث عن السلبيات، يعني مش بس بيجي يقول لك لا اللعيبه عملوا اللي عليهم، لا لا يعني لا يبرر، دايما موسيماني بيتحدث عن السلبيات قبل الايجابيات ودي حاجه كويسه جدا. وحتى تلاقيهم في حواره دايما مع اللعيبه ده بيكون التركيز عليه ان انت عايز تعالج ايه اللي حصل، المشاكل اللي حصلت، ففكره ان انت تتحدث بهذه الشفافيه ده امر كويس جدا ان انت بعد كده تعالج. ويمكن احنا شفنا كمان في الماتشات الى حد كبير برده اختلاف، يعني كل مباراه عن مباراه بيبقى فيها اختلاف فعلا في الاداء، نتمنى اللي قادم كمان يكون افضل. خليني اقول لحضراتكم برضو هيتم عقد اجتماع فني لمباراه الاهلي وسيمبا على الساعه 2 الظهر، ده هيكون بمقر النادي بالجزيره، هيكون طبعا بحضور الجهاز الاداري بالنادي وهيشهد الاجتماع مفروض بقى الاتفاق على كافه التفاصيل اللي هتتعلق باللقاء وكمان زي الفريقين. خليني اقول لحضراتكم موعد وصولهم لملعب المباراه وكافه بقى الامور التنظيميه الاخرى، وده هيكون بحضور الجهاز الاداري للفريقين، طاقم التحكيم، المسؤولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف.